تنزيل برنامج تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز متواصل والأوراش مفتوحة لإعادة الحياة إلى طبيعتها. قطاع التعليم يحظى بعناية خاصة ضمن هذا المجهود الوطني، والعديد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحوز جاهزة لاستقبال التلاميذ برسم الموسم الدراسي الحالي. عودة مع أمين على معتصم بالله البوعساوي ومهدي الشطيبي. ثامن شتنبر 2023 ضرب الزلزال إقليم الحوز، كارثة طبيعية بكل المقاييس كانت آثارها بالغة على البنية الأساسية ومن بينها المؤسسات التعليمية بهذا الإقليم. سنة مرت على هذه الفاجعة كانت مناسبة لتقييم الأضرار والانطلاق في عملية إعادة الإعمار وتأهيل هذه المؤسسات، مجهودات حثيثة ساهم فيها العديد من المتدخلين وكانت وراء إنهاء الأشغال بعدد من هذه المؤسسات التي أصبحت جاهزة لاستقبال التلاميذ والأطر التربوية في موسم دراسي يراهن على تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. الورش ديال التأهيل وإعادة البناء الحمد لله غادي في واحد تقدم جيد. الإنجاز الدراسات تمت يعني فيما يتعلق بالتشخيص وإعداد دفاتر التحملات، وتم إعلان طلبات العروض وتم الشروع في الإنجاز. اليوم كتشوفوا بأنه في بين يعني الحوز وشيشاوا يعني واحد الرقم الأولي ديال 165 يعني اللي هو في قيد التسلم، وشنا بأنه راه كاين 85 مؤسسة يعني غادي يتم التسلم ديالها في هذه الأيام اللي أمامنا. الشطر الأول من هذه العملية يستهدف إعادة بناء 12 مؤسسة تعليمية، من بينها هذه المؤسسة التعليمية التي نتواجد بها مركزية مجموعة مدارس أسني التي كانت قد عرفت انهيارا كليا، كما يتضمن إلى جانب ذلك إصلاح وتأهيل 47 مؤسسة تعليمية، وقد بدأنا في استلام المؤسسات التعليمية التي تم إعادة إصلاحها وتأهيلها وفتحها من جديد في وجه التلميذات والتلاميذ لمعانقتهم مرة أخرى بعد الهزة الأرضية. إلى جانب تأهيل المؤسسات التربوية لتأمين سير الدراسة في ظروف جيدة، تنصب الجهود أيضا على إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الإيواء المتضررة من الزلزال وإخراج مؤسسات أخرى إلى الوجود بدعم من المجتمع المدني. والنموذج من جماعة أسني التي تنطلق بها أشغال إعادة بناء داخلية الثانوية الإعدادية الأطلس الكبير. وإحنا الآن في أسني، فهنا كتشوفوا مرايا البداية البناء ديال الداخلية ديال البنات. عنا هنايا عندنا البناء ديال الداخليه ديال الاولاد، ان شاء الله 1000 تلميذ وتلميذه غادي يستافدوا من هذا البناء. وحنا كنفتخروا بزاف بهذا المشروع، حيت في شهر 9 2025 الدراري اللي كاينين دابا في الشويطر غادي يقدروا يرجعوا لبلادهم الأسني فين يقدروا يكملوا القرايه ديالهم. مركز دوار شمسي لرعايه الايتام بدائره امضميز نموذج اخر للمؤسسات التي رات النور لايواء ايتام زلزال الحوز ومواكبتهم في مجال التمدرس، مبادره تعزز التعبئه الشامله لكافه الجهات والمصالح المعنيه بتعليمات ملكيه ساميه للاسراع بتجاوز اثار الزلزال وضمان الحق في التمدرس كرافعه اساسيه للتنميه.